هنا في مصر تاني، النيابة ظبطت مالك شركة اكس فيرست المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من 3000 مواطن عشان يوظفها في اجهزة الكترونية وبرمجيات وبيتكوين ويديهم ارباح سنوية. قد ايه بقى؟ تتراوح ما بين 56% و80% بلاش. فالتحريات بتقول ان عدد الضحايا وصل ل 3000 ضحية من محافظات مصر واللي قدموا بلاغات رسمية. اموالهم ما بين 3000 و2 مليون جنيه للشخص. قالوا ان الراجل ده التزم مع بعضهم انه اداهم الارباح لفترة ثم امتنع عن السداد ثم استولى على فلوسهم. التحريات بتقول ان المتهم ده واول حروف من اسمه عين سين جمع المبالغ المالية من المواطنين عشان يوظفها مقابل ارباح متفق عليها، لكن ما التزمش ورفض انه يرد اصل المبلغ. والتحريات قالت في ضحايا كتير بس مش عايزين يبلغوا لان عندهم امل ان الراجل يرجع لهم فلوسهم. هو ده بس الحادثة دي؟ لا، الاسبوع اللي فات نيابة المنيا حبست واحد متهم بجمع اكتر من 1.5 مليار من 150 مواطن، وال 150 مواطن دول قدموا البلاغات بيتهموا الشخص ده بان هو بيستولى على اموالهم. المتهم كان اوهم الاهالي ان عنده اعمال ومشروعات كبيره بتدر ارباح كبيره مقارنه بالارباح المتعارف عليها في السوق او في البنوك. جمع اكتر من 1.5 مليار جنيه يا مؤمن خلال 4 سنين. كمان في اسكندريه من كام يوم 3 اخوات جمعوا 22 مليون جنيه. لا دول غلابه، دول 22 مليون جنيه. الراجل جمع 1.5 مليار، الغلابه دول جامعين 22 مليون جنيه عشان بياخدوها من الناس وقالوا لهم ده احنا هنوظفها لكم في منتجات التجميل وفي المحاصيل الزراعيه في البحيره. الحقيقه عقلي مش مستوعب، يعني احنا من امتى؟ من الثمانينات واحنا بنتكلم على الريان والسعد والكلام ده كله، وراح الريان وراح السعد وراحت الفلوس معاهم، والدولة عوضت البعض وما عوضتش الأغلبية، وطلع لنا المستريح وطلع لنا التعبان وطلع لنا اللي ايه، والناس مستمرة والتلفزيون بيذيع والجرايد بتكتب. يعني ايام الريان فقال لك لا ده الحكومة ضحكت علينا، ده الوزراء كانوا بيتصوروا مع الريان. طب يا عم الإعلام عمال يكلمكم بقاله 20 25 30 سنة ان اللي يجي ياخد منك فلوس يقول لك هديك 50%، امال هو بيكسب كام؟ ده اكيد بينصب عليك يا راجل يا ذكي. خلينا نعرف شويه ازاي نتعامل مع هذا الامر، مش امنيا بقى، لازم نتعامل مع الموضوع ده اقتصاديا